حوالي 20,000 شخص شاركوا في مظاهرة مؤيدة للاجئين نظمت في لندن، داعين رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة أزمة المهاجرين. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت السنة الماضية أنها ستستقبل ما يزيد عن 20,000 لاجئ من سوريا على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتقول متظاهرة إنها أزمة بأبعاد متعددة، ولا نعتقد أن العمل السياسي قد بدأ لمواجهة هذه الأزمة، وبالتالي نريد أن نرى مزيدا من العمل من جانب حكومة المملكة المتحدة التي آوت حوالي 2500 لاجئ فقط. ويقول مسؤول في منظمة تدعم اللاجئين: تحتدم الحرب في سوريا بشكل مأساوي ومكثف أكثر من أي وقت مضى، والناس من سوريا أو من أي بلد آخر يحتاجون فرصة إعادة بناء حياتهم في أمان. المتظاهرون يرون أنه على بريطانيا أن ترحب بمزيد من اللاجئين في وقت ترفض لندن المشاركة في نظام الحصص الأوروبي لتوزيع اللاجئين الوافدين على أوروبا والقادمين من مخيمات اللاجئين الموجودين على الحدود السورية.